الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ورفع قدره بين الخلائق بالعلم والمعرفة والإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير ولا شبيه، وهو السميع البصير. والشمس والقمر له يسجدان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام المبعوث بالقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. يا أمة العلم والقرآن، يا أمة الفصاحة والبيان، يا أمة تعيشين في زمان ظلمك فيه أهل هذا الزمان، وأرادوا طمس تاريخك، أي هذه الأمة، الذي لو غطوه بأكاذيبهم وإعلامهم ما غطوه إلا كما تغطي السحاب ضوء الشمس في واضحة النهار، فإن الشمس إذا غطيت بالسحاب لم يزدد السحاب إلا نوراً وإشراقاً وجمالاً. المقصود من هذا الكلام هو أن أذكر إخواني المسلمين، الأمة المحمدية التي هي آخر أمة في تاريخ البشر من آدم إلى يوم القيامة، فنحن أعظم أمة، ورغم ما نعانيه من انحطاط ومن تدهور ومن
بعد عن تعاليمنا الإسلامية. لا أقول العبادات، وإنما الأخلاق والمعرفة والاجتهاد والعمل والمثابرة. فالأمة الإسلامية لما تدهور حالها ولما ضعف أمرها في أقطار العالم من الأندلس إلى إسطنبول إلى بغداد إلى دمشق، لما ضعف أمرها بعدما أن تركت دينها، تعرضت لحملات صليبية شرسة أرادوا بها طمس التاريخ الإسلامي العظيم الذي لم يشهد البشرية ولم تشهد الإنسانية تاريخا وحضارة عريقة عظيمة في كل الجوانب. اليوم التاريخ، اليوم الحضارة الغربية، حضارة أمريكا وأوروبا وغيرها في العالم، تطور تكنولوجي اقتصادي فكري، ولكن الانحطاط الأخلاقي كثير جدا عظيم. التاريخ الإسلامي كان متحضرا في كل المجالات، ولهذا لما ضعفت الأمة الإسلامية، عندما ضعفت في جميع المجالات، استغل الغرب الدول الصليبية، استغلت هذه الفرصة فأخذوا كتب المسلمين وأخذوا علوم المسلمين. على لأن المسلمين لا يقرؤون ولا يطالعون ولا يبحثون، فزهدوا في علمهم وزهدوا في كتبهم. فعندما عند ذلك قام الغربيون والصليبيون وعلماؤهم شدروا، أخذوا كتب المسلمين في شتى العلوم في شتى المجالات. الإنسان لو قرأ التاريخ الإسلامي بعمق وبدقة سيقول مستحيل أننا نحن هذه الأمة. يعني كنت قرأ التاريخ الإسلامي، تقرأ الحضارة الإسلامية في الأندلس وفي الجزائر وفي المغرب الإسلامي وفي بغداد وفي دمشق، كيف كانوا المسلمين وكيف كانوا الكفار، تقول مستحيل. علاه ولينا كاع هذا الدرجة؟ احنا كنا هاك، لماذا؟ لماذا هذا الانحطاط؟ لماذا هذا التقهقر؟ لماذا هذا التدهور؟ إذن الغربيين أخذوا الكتب تاع المسلمين، شدروا، غيروا الغلاف، بدلوا الغلاف تاع الكتاب. مثلا الكتاب هذا في التاريخ والجغرافيا للإدريسي، قلعوا الإدريسي وداروا اسم تاع عالم من علماء أوروبا، فرنسي أو إنجليزي أو ألماني، وقالوا هذا الكتاب تاعنا، هذا موجود يعني في الكتب في المراجع في المخطوطات. المخطوطات في أوروبا اكتشف أنها مزورة، اكتشفها بعض الناس، اكتشفوا باللي داروا قلعوا الغلاف تاع الكتاب، والكتاب الذي ألفه المسلمون في الرياضيات أو في الفيزياء أو في شتى العلوم، فغيروا الغلاف وتركوا المضمون، وظن الناس أنهم هم الذين ابتكروا هذه العلوم. ولهذا أمة رسول الله، أقول في هذه الجمعة وأناشد الأمة أن الأمة الإسلامية هي أمة القراءة والعلم. ولهذا المتأمل في القرآن الكريم يجد أن مش أول سورة ولا أول آية ولا أول يعني كلمة نزلت هي ماذا؟ قاعد تعرفوها، أول كلمة 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 أول كلمة نزلت من القرآن
اقرأ اقرأ، يعني قرأ يا رسول الله. من قالها؟ جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. وكي قالها له الطريقة، قالها له بقوة وبشدة، قال اقرأ. فارتعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنا بقارئ، ثم أمسكه جبريل وضمه بشدة ثم تركه. شغل له اقرأ، شحال قالها له؟ عدة مرات. فيه دليل، وكأنه يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد لن تقوم أمتك ولن تنتصر أمتك ولن ترتفع أمتك إلا إذا قرأت وتعلمت وعلمت، إلا إذا جعلت العلم عندها أكثر من كل شيء. وهذا الذي كان عليه الأولون، السلف الصالح، واللي داروا الفتوحات وفتحوا العالم وداروا العلوم وبنوا الحضارات وتركوا الحضارة في الأندلس في إسبانيا التي لا زالت إلى اليوم يزورها كل العالم، وشافوا القصر، قصر الغرناطة، القصر الحمراء، وما فيها من أشياء هندسية غريبة عجيبة. شكون اللي بناوها وشكون اللي داروها؟ المسلمين. لكن كيف فعلوها؟ هل بالنوم كحالنا اليوم؟ لا، بل بالمطالعة والقراءة والاجتهاد. كان العلماء قديما، يذكر أن الإمام الطبري رحمه الله يقول لك الغوري قرأوا، إحنا اللي نقرأوا، إحنا أمة القرآن، أمة العلم، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها عن العلم، ويحثنا عن العلم، ويجعل الطريق إلى الجنة، طريق على الجنة بالعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني أسهل طريق توصلك إلى الله العلم. علاه؟ باش الأمة تنهض. فنحن لا نقرأ في بيوتنا، ولا نقرأ مع أبنائنا، ولا نقرأ في أي مكان، ولا نقرأ في أي زمان. شو اللي راه يقرأ؟ حتى سبحان الله في هذا اليوم، في هذه الأيام، كلنا في أجهزة النقال التافهة السافلة، الضياع تاع الوقت. حتى أن 10 سنوات من قبل أو 20 سنة والدينا كان يقرأ الجرائد، الجريدة فيها يعني كلام، فيها أحياناً أشياء فيها فوائد، يعني أخف الجرائد على الأقل. اليوم لا جرائد ولا شيء، فقط الفيسبوك وغيرها، وضياع الأوقات والفيديوهات التافهة التي أشغلتنا وضيعت أوقاتنا. الإمام الطبري رحمه الله، تعرفوا الإمام الطبري ولا ما تعرفوش؟ من أكبر علماء الإسلام. الإمام الطبري ألف كتاباً في التاريخ، أعظم كتاب في التاريخ، من آدم إلى زمانه، من بداية الخلق إلى زمانه، وقعد شحال من سنة، وألف أعظم كتاب في التفسير. بصح باش هل من نوم؟ الإمام الطبري رحمه الله كان يقرأ في كل وقت، يقرأ في الطريق، يقرأ في كل مكان، ويكرر ويراجع ويدرس. فمن شدة حرصه على الوقت، يعني في القراءة والمطالعة، بكري الناس قاع كانت تقرأ، المسلمين كانوا يقرأوا ليلا نهارا، عليها رب ينصرهم ورفعهم وتمكنهم، عليها اليوم الكفار تقرأ تجدهم يقول لك احنا يبوكيليو، هذه العبارة أنا نقولها لكم باش تفهموا، يعني يكثرون القراءة في 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 الحافلات، في القطار، في الحدائق العامة. روح اليوم جمع في حديقة وجبد كتاب وبدأ تقرأ، يقول لك هذا مجنون، هذا متخلف، لا حول ولا قوة إلا بالله. اجبد كتاب وقرأ أنت اليوم. اليوم تجد الناس في المدينة وفي الشوارع غير مجمعين ويخزروا في الهابط والنازل، هذا اطلع هذا انزل، هذا اطلع هذا انزل، لا يقرأ ولا اذهب، ابحث، اقرأ، فلح، اخدم، دير، ابتكر، ابدع. هذا الوقت نعمة من الله عز وجل. الإمام الطبري رحمه الله قيل عنه أنه كان لا يعني كيف يبغي يأكل الطعام،
كيبغي ياكل ماكله شنو يدير؟ يخلط الماء بالخبز، الماء يديرها في الخبز خلطه ويشربه. علاه؟ يقول لان المضغ يضيع للوقت، فلا اطالع فلا اقرا، يعني احنا ما غاديش نلحقوا الطبري، يعني على الاقل شويه. وكان اذا دخل الحمام يامر ابنه فيقول يا بني اقرا علي شيئا حتى لا اضيع الوقت في الحمام. هذا شو وصلوا؟ بماذا وصلوا؟ الامام النووي رحمه الله تعالى، الامام النووي قال عن نفسه: منذ ان وصلت الى دمشق، يعني دمشق في عهد الامام النووي كانت عاصمة العلماء، وكان رحمه الله يحضر 12 درسا بالليل والنهار. الامام النووي عاش حال 40 سنة، عاش 40 عام، فجمعوا العلم اللي خلاه، خلى علوم كثيرة، يعني كتب، مجلدات، مؤلفات كثيرة جدا. فقاسوا بين عمره وبين ما تركه من العلم، يعني عبروا، قال لك هاش حال ألف وهاش حال عاش، قالوا مستحيل أن يؤلف هذه الكتب في 40 سنة أو 30 سنة. نقولوا إحنا بدأ يؤلف من 25 عام أو 20 سنة، مستحيل يؤلف قاعد أحد المؤلفات. ولكن الإمام النووي رحمه الله قال: منذ أن وصلت إلى دمشق ما لامس جنب الأرض. الجنب التاعي ما قدش يتوش الأرض، يعني ماذا هذا الكلام؟ شو معنتها؟ معنتها ما يرقدش على ظهره ولا على الجنب التاعه، ينام جالسا على الكتب، يؤلف ويكتب ويقرأ، فإذا جاءه النوم يطيع عليه النوم، ينام ويضع رأسه على الكتب. رحمه الله تعالى. البلدان الإسلامية يا أمة رسول الله، يا أمة العلم، بلاد المسلمين من مشرق الأرض إلى مغاربها كانت مكتظة بالجامعات، كان عندنا الجامعات فيها المراصد، فيها المختبرات. في هذاك الوقت، في هذاك الزمان، عندما كانت أوروبا تعيش في الظلمات، كان عندنا جامعات عظيمة وكبيرة عالية المستوى، تخرج الأطباء والمهندسين والعلماء وغيرهم والمفكرين. قالوا أن المكتبات كانت كثيرة في البلدان الإسلامية، يعني المكتبات العامة اللي فيها الكتب والناس تقرأ. فقالوا أن في غرناطة كانت هناك مكتبة، في غرناطة شحال فيها مكتب؟ فيها 600,000 مجلد كبير، 600,000 مجلد، يعني أكثر من نصف مليون مجلد. بينما في أوروبا أحد ملوكها كان عنده مكتبة، شحال فيها مكتب؟ 900 كتاب. إذا انظروا أمة رسول الله، هذه الأمة تحتاج إلى العلم، باش نرجع وباش نرفع مقامنا إلى الله سبحانه لا بد من الرجوع إلى العلم وإلى التعلم. فاللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى عن فائدة طلب العلم والتعلم، يعني الفائدة تاع العلم، قال: ولو لم يكن من فائدة العلم إلا أنه يصرف عنك الوساوس والأفكار الرديئة والخطرات الشيطانية وجلساء السوء ومجالس السوء، لكفى بالعلم شرفا. يعني الإنسان لما يقرأ كل يوم ويتعلم القراءة يجد سعادة في الدنيا والآخرة، ربي يرفعه في الدنيا والآخرة، بل يجد السعادة، يجد الأنيس. ما كانش اللي ونسك كما العلم، كما أنك تحفظ القرآن وتقرأ وتبحث، هذه أعظم نعمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا
المسلم لا يقطع الأمل ولا يقول فاتني القطار، ما يقول صاي فاتني القطار وكذا، فقد تفعله في عام ما لا تفعله في عشرة أعوام. قادر في عام تحفظ القرآن، ثم العام الثاني تقرأ النحو واللغة العربية، العام الثالث تحفظ الأحاديث، ولكن الحرص والاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عالما قبل البعثة؟ كان أميا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فلما بلغ سن الأربعين، حتى وصل عندها 40 عام، عاد بدأ يتعلم. 40 عام عاد بدأ يتعلم، فأصبح أعلم الناس وأصبح أفقه الناس. ولهذا تقرأ في التاريخ الإسلامي تجد بعض العلماء، كان كثير من علماء، علماء كبار، علماء ما تعلموا العلم إلا لما كبروا، حتى وصل عنهم 40 عام و50 عام و60 عام تعلموا، ففتح الله عليهم وصاروا من العلماء. فهذه هي السعادة في الدنيا والآخرة. السعادة العظيمة هي أن يفتح الله عليك أبواب العلم، فاللهم افتح علينا أبواب العلم، اللهم أنقذ أمتنا من الجهل، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أمتنا، اللهم أصلح هذه الأمة وردها إلى مجدها العظيم وإلى تاريخها الكبير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا في الدنيا والآخرة، اللهم اشرح صدورنا للإسلام وللإيمان وللقرآن وللطاعة، اللهم وفقنا لما فيه الخير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا وأغث أراضينا وأغث بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ الجزائر وشعبها، واحفظ الجزائر وقيادتها، واحفظ الجزائر وأمنها ودركها وجيشها وحدودها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، اعتدلوا، تراصوا، صوت الخلل. كان واحد المرأة يعني في رسالة، تبعث رسالة أنها مظلومة، أنها طردت من بيتها، فنسأل الله عز وجل أن يفرج الله عنها وعن جميع المظلومين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمدا. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم.